ملخصه اليومي عن الأحوال العامة في البلاد وعن أحوال أمراض مكافحة كورونا. مرحبا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مواطني الأعزاء، مساء الخير. عاوز الليلة أتكلم شوية عن القصة بتاعت تأخير التبليغات، وفيات شهداء الله يرحمهم اللي هم بيكونوا محاولين يصلوا للمستشفى يتعالجوا، والمستشفى يكون مقفل أو ما يقدر يستقبلهم لأنه كانت فيه حالة قبلها بتاعت كورونا. داير أوريكم إنه عايزين نعمل شنو بخصوص الموضوع ده. داير برضو أتكلم عن تأخير نتائج الفحوصات وشنو الحاجات اللي قاعدين نعملها. لكن من المهم جدا إنه نبتدي نقول إنه كويس إنه تم القرار بتاع مد الفترة بتاعة الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم. نحن الفترة بتاعة الإغلاق الكامل دي في ولاية الخرطوم مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه ما حصل إغلاق كامل بالمعنى الحقيقي، وكان في انتهاكات كثيرة من كثير من الناس في الفترة بتاعت من يوم 9 أبريل لغاية الليلة. عشان كده كان المد مهم جدا وأعلنته اللجنة العليا للطوارئ. من الحياة المهمة اللي بنقدر نعرفها إنه الفترة بتاعت الإغلاق الأولى دي ساعدتنا كحكومة نقدر نوصل الحاجات والاحتياجات وننظم الشغل بتاع الأحياء، عشان الناس في الفترة بتاعت السماح اللي هي ما مفروض تزيد من ساعتين أو ثلاثة، لكن داخل الأحياء ما في مشكلة يعني، بس الناس ما تعدي تقطع الزلط. وأي زول بيفتكر إنه ما وصلته الحاجات لغاية عنده ولا المخبز ولا البقالة الجنبه ما يجي فيها الحاجات اللي هو متوقعة، ممكن يتكلم مع ناس لجنة المقاومة، وهي لجان نشيطة جدا موجودة في الأحياء. حاجة مؤسفة جدا حصلت لأسباب مختلفة، اللي هي إنه المرافق الصحية الحكومية وغيرها مفروض يكون فيها في كل ولاية حتة بتاعت تفرز العيان أنا ما عنده كورونا من العيان اللي عنده كورونا، ساكت يعني في الأول بالأسئلة وبالنظر من برا، وتودي الزول المشتبه إنه عنده كورونا توديه لمرفق تاني معين متخصص في الكورونا. الحاجة دي في ولايات زي ولاية الخرطوم ما تمت، ونحن لسه محاولين نعرف ليه ما تمت. لكن من الأسباب اللي جيناها، أولا القرار الطلع بتاع إنه تتقفل العيادات الخاصة، الصحيح إنه القرار يطلع تتقفل المستشفيات الخاصة، ومش تتقفل لكن تشوف بس الحالات الطارئة، مش تتقفل كله. وبالنسبة للعيادات الواحدة العيادات الفردية دي تظل فاتحة، لأن العيادات دي أصلا هي بتشوف الزول اللي عنده حالة طارئة مستعجلة والزول الثاني، على شرط إنه في كل واحدة فيهم العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة الكبيرة، وطبعا أكيد في المرافق الحكومية لازم تكون في أدوات تعقيم وتوجيهات واضحة للكوادر الصحية وحماية لهم بالملابس السليمة والكمامات والجوانتيات وغطاء الرأس وغيره. وزارة الصحة الاتحادية دورها إنها تطلع التوجيهات دي، تطلع الحاجات القياسية والمعايير، لأنه يا طبيب ولا يا ممرض بيتعامل في يا قسم من المستشفى مفروض يلبس يا نوع من اللبس الواقدة. واحد. اثنين، مهمة وزارة الصحة الاتحادية تنزل لكل مدير صحة في الولاية العدد الكافي للملابس والألبسة الواقية اللي ماشى مع المعايير اللي قلناها دي. الحاجتين دي نحن عملناهم في وزارة الصحة الاتحادية، وإن شاء الله خلال الأسبوع ده حننزل تباعا في الموقع الإلكتروني بتاع الوزارة والفيسبوك عدد
الألبسة الواقية اللي ترسلت لكل مدير صحة وكل مدير ولاية. حننزل برضو المعايير والإرشادات لكل الكوادر الصحية عشان تعرف شنو نوع اللبس المفروض تلبسه في حالات معينة بتاعت اشتباه في أقسام معينة من الموقع اللي هم بيشتغلوا فيه. حننزل برضو الحاجة الثالثة توجيه وتوضيح، لأنه نحن القطاع الخاص بنعتمد عليه وفي مواطنين كثيرين بيعتمدوا عليه، وده نحن بنعتبره أنه هو عبارة عن زيادة تمديد للمقدرة بتاعت القطاع العام اللي هي ضعيفة. فنحن هنطلع توضيح بأنه العيادات الخاصة تفتح تكون موجودة، لكن تجيب أدوات التعقيم بتاعتها، تعمل تباعد ما بين المرضى الموجودين، الطبيب أو الزول اللي بيعالج أو بيشوف الزول العيان المراجع ده يعمل حسابه يكون لابس حاجات معقولة واقية، وإنه يكون في تحويل لهذا العيان أو لهذا المريض للمرفق الصحي المختص بالكورونا إذا كان في حالة بتاعت اشتباه. الحاجة دي مهمة جدا عشان نقدر نتجنب الوفيات الأكثر حصلت في ولايات زي الخرطوم، تحديدا ولاية الخرطوم، لأن الولايات الثانية ما حصلت فيها حاجات كثيرة زي دي، اللي بتكون انه زول عنده أزمة، زول عنده ضغط ارتفع ضغط الدم، زول عنده سكري، حالة طارئة جاي لمرفق، المرفق ده يتقفل لأنه مرفق خاص قال لهم أنا مقفل، أو مرفق حتى عام قال لهم انه لا جاتني حالة بتاعت اشتباه وبالتالي أنا قفلت المركز ده عشان أعقمه. لما نجي في الحالة بتاعت المرافق الصحية الحكومية وغيرها دايرين برضو نوضح، وبرضو حننزل توضيح خطاب توضيحي لكل الولايات بكرة، انه الزول الحالة بتاعت المريض لما تكون اشتباه بتاع كورونا وانا يعني معاون صحي او طبيب او ممرضة ولابس، اذا انا اشتبهت انه العيان ده او اتأكدت جاتني نتيجة معمل انه العيان ده هو زول مخالط او عيان كنت انا بعالج فيه وجات نتيجته بعد ما مرق انه هو عنده كورونا، انا ما بمشي لو ما عندي اعراض كطبيب، ما انا بقوم بسيب بمشي اعزل نفسي. الارشادات زي ما بيحصل في كل الدول، الارشادات الصحيحة هنأكدها بكرة، الزول الكادر الصحي اللي يتعامل مع حالة بتاعت كورونا قدامه او حالة كان بيتعامل معاه وطلعت انها مؤكدة، بيلبس كمامة، بيستمر في الحاجات بتاعت التعقيم وغسل الأيدي، وبيستمر يباشر الشغل بتاعه إذا كان هو مستمر لابس الكمامة، بيتم له فحص إذا كان ظهرت عليه أعراض، لكن ما بيعزل نفسه طوالي، ما بيعزل نفسه طوالي. دي حاجة مهمة نحن عايزين نأكدها لأخواننا وأخواتنا في الكوادر الصحية. داير أجي لجزء تاني مهم جدا، إنه خلال الأسبوع ده إن شاء الله عايزين نبتدي كمان نحول العيانين اللي عندهم أمراض مزمنة وبيحتاجوا يشوفوا دكتور كل فترة عشان يكشف لهم الضغط ولا كده، دايرين نحولهم للمراكز الصحية القريبة لهم، بحيث إنه المراكز الصحية دي تكون فيها كوادر قاعدة موجودة تشوف الزولة الجاية لكشف الحمل، الزولة الجاية تطعم أولادها عشان ما يفوتهم التطعيم، الزولة الجاية يشوف رجله أو يشوف كشف السكري بتاعه وياخد حبوبه، الزولة اللي عنده ضغط، الأمراض الزي دي دايرين نحن هذه المراكز الصحية أولا يتم تشغيلها بطاقة أعلى عشان تقدر هذه المراكز في الأحياء تخدم النظام الصحي ككل. يعني النظام الصحي ده ما بس مستشفيات وهسبيتاليات، النظام الصحي ككل مهم جدا يستمر يعالج ويقدم خدمات صحية للمواطن بغض النظر عن الكورونا تكون موجودة ولا لا. فده النقطتين مهمات، تعاملنا مع القطاع الخاص، تعاملنا مع الحالة اللي بيلقوها بتاعت كورونا في المستشفى، ما في داعي للزعر، ما في داعي للخوف، وما في داعي انه الكادر الصحي يعزل نفسه اذا كان لابس ملابس واقية، بيستمر اذا ما عنده اعراض الكادر الصحي بيخد كمامة ويواصل في شغله، اذا ظهرت عنده اعراض ده موضوع تاني. والحاجة الثالثة هي انه دايرين الاسبوع ده برضو نوسع من الخدمات اللي بتكون موجودة في ولايات زي الخرطوم بإننا نعيد فتح المراكز الصحية شوية شوية، ودي خطة أصلا كانت موجودة عندنا إنه الرعاية الصحية الأولية هي الأساس، وحسب نفتكر في زمن بتاع الكورونا ده بتقدر تخدمنا مع مرضى الأمراض المزمنة.
ده يجي لحتة مهمة جدا برضو اتسببت في تأخيرات واشتكوا منها المواطنين، وحصل زعل شديد جدا سواء كان نحو الكوادر الصحية أو سواء كان من المواطنين نفسهم، إنه كيف أنا أبلغ بالتلفونات 221 أو غيره وما يجوني لغاية اليوم الثاني أو غيره. أولا نحن من ناحية بتاعت التوجيهات اللي بيعملوها زملائنا اللي قاعدين شغالين في الكول سنتر في مركز التبليغ، مركز الاتصالات اللي بتضربوا له، ده الناس مدربين كويس وحنعيد تدريبهم باستمرار عشان يعرفوا للزول اللي ما مفروض أي زول يضرب لهم بشكوى طوال يقولوا له يتفضل أمشي المستشفى الفلاني. مدربين هم على أساس أنه بعض الناس اللي بيضربوا لهم بمعايير معينة نحن موجودة عندنا طبية، انه الناس ديل يقدروا يرشدوا الزول يقولوا له لا خلاص اقعد في بيتك وحيحصل كده وحيحصل كده وحيحصل كده، وضرب لينا لو حصل كده او الحالة بتاعتك اتدهورت. دي الحاجة السليمة احنا دارين نتأكد انها دائما هي مطبقة ومطبقة بحذافيرها، وحنعيد تدريب وزيادة العدد بتاع الناس الماسكين المراكز بتاعت التبليغ دي عشان يقدروا يردوا اسرع، لانه الاعداد بادية تزيد والعدد كبير عليهم، فنحن دائرين بالسعة الواسعة تحت الخطوط حقة التلفونات دي نقدر نزيد العدد. عملنا اجتماع الليلة في المرحلة البعادة. طيب بعد ما أبلغ أنا وبعد لو قلت لي أنت كزول في العامل في المجال بتاع في المركز بتاع الاتصالات قلت لي لازم أمشي لمرفق صحي معين، الزمن مما يقول لك خلاص بيجوك لغاية ما فعلا يجوك طويل أكثر من اللازم. بيجوك طبعا عشان ياخدوا عينة، ونحن لعايزين نقلل المسافة دي بنقللها بانه يكون في جازولين وبنزين وترحيل وعربات. حاجة الثانية انه كمان من ما شالوا منك العينة لغاية ما النتيجة ظهرت بياخد وقت، دايرين نقلل الزمن ده. فالليلة برضو قعدوا ولاية الخرطوم وزارة الصحة الاتحادية وادارة الوبائيات في وزارة الصحة الاتحادية وادارة المعامل أو معمل استاك في وزارة الصحة الاتحادية، وأنا حضرت جزء كبير من اجتماعهم وطلعوا بكيفين بيقدروا يقللوا المسافة دي بحيث أن الزول ما يكون منتظر فترة طويلة ويعادي ناس تانيين قبل ما يلحقوه. كمان اتكلمنا برضو على أنه النتيجة ذاتها تطلع أسرع، والسبب الليلة بتاع أنه أنا ما عندي الليلة إحصائيات عن كم زول عنده كورونا وكم زول مشتبه الليلة، لأنه الأعداد بقت كثيرة ويا دوب الليلة العصر النظام اللي تكلمت عنه ده بده يطبقوه. فإن شاء الله من باقي الأسبوع ده بتوقع إنه المسافة ما بين تبلغ ويردوا عليك تكون قلت، معلومة اللي بيقولوا عليك تكون متأكدين منها كمان أكتر، حسا متأكدين منها عايزين نتأكد منها أكتر، المسافة ما بين قالوا ليك بيجوك وفعلا يجوك بإزعاف عشان يشيلوا عينتك تكون قلت، والمسافة ما بين إنه شالوا عينتك وكلموك بالنتيجة حقتك برضو تكون قلت. ولي قدام كمان عشان تمكنني أنا أو مسؤول من وزارة الصحة الاتحادية يعلم للسودان الأرقام، المسافة ذاتها ما بين فحص كل العينات التأكد منها لازم دائما نتأكد من النتائج وتبويبة ونشرها برضو المسافة دي تقل عشان أقدر أنا أجي أطلع كل يوم بالمساء أو زملائي في الوزارة عشان يقولوا لكم الأرقام بتاعت اليوم. واحدة من الحاجات الملاحظة في قصة الكوادر الصحية وأيضا في قصة سرعة الوصول للناس بالعينة بالمعمل أو تحويلهم من حتة يعني تم التأكد منهم ودارين يحولوهم لحتة هي مسألة الجازولين. بيتكلموا عنها الناس كثير جدا جدا، وأنا أحب أوري الشعب السوداني أنه يعني الحكومة دي شغالة بشكل مترابط. كل ما تجيها حاجة، ده خطاب كتبته أنا بتاريخ 21/4 وواحد تاني برضو كتبته بتاريخ 6/5، والحمد لله اتفضل الدكتور سعادة الدكتور عادل إبراهيم وزير الطاقة بالموافقة والتوجيه بتخصيص الطلبات الآتية المدعومة في ولاية الخرطوم. نمرة 1 طلبة النحلة في جم سلاح الإشارة في بحري. نمرة 2 طلبة ليبيا أويل السوق العربي. نمرة 3 أويل أويل إنرجي طلبة أويل إنرجي في بانت حي بانت في أم درمان، وطلبة المقرن جم سلاح المدرعات.
وشغالين برضو لأنه تتوفر محطة وقود كتر خيرهم داخل مباني رئاسة وزارة الصحة الاتحادية، لأنه نحن العربات حقتنا ذاتها بتاعة ناسنا اللي بيعملوا الاستقصاء بتقطع بنزين، وزملائنا كثيرين بيقطعوا بنزين. فالحاجة اللي داير أقولها إنه تم الآن تخصيص 4، ولو بنحتاج لأكثر من 4 برضو حنعملها. الأشياء دي ما مسألة زي ما بيقولوها بعض الناس بتاعت خلافات ما بين وزارات اتحادية ولائية وكلام زي ده، ده شغل حق ناس الإنقاذ زمان بتاع إنه نقعد نقول كل مشاكلنا هي مشكلة الآخر. دي حكومة بتعرف تقعد مع بعض، تجلس مع بعض وتشترك تصل لحلول بغض النظر عن الإدارات الوزارات أو ما بين كل الحكومة وكل مكونات الشعب. دي حاجة مهمة جدا نقدر نتذكرها نحن، في روح جديدة ودي الوزراء وموظفين ومهنيين قادة الخدمة المدنية في الولائية وفي الوزارة الاتحادية معدن جديد متشبعين بروح الثورة، وهم جو عشان يؤدوا واجب ويفوا بالثورة دي بحقها. على نفس المنوال ده عندنا كان اجتماع قبل أسبوعين مع كل جمعيات التخصصية الطبية ومع مكتب الموحد للأطباء، خدتنا فيه الإشكال المحدد وكله جردنا كل الأشياء حقت الجازولين حقت الطاقة حقت الكوادر حقت كمامات والأشياء الزيدية اللي هي كانت تحديات حقيقية يعني بتمنع الخدمة منها تتقدم بالشكل الكويس، ليس فقط لمريض الكورونا لكن أيضا للمرضى الآخرين. بالحاجات اللي قلتها حسة دي بنوعية العمل الدؤوب في كل تفصيلة بعد تحديد وتشخيص المشكلة نحن متمنين نمشي لقدام. وبالتالي لما دعيت للاجتماع السابق في قاعة الصداقة قعدنا فيه من الساعة 9 بالليل لغاية 2 صباحا. للأسف طلعنا فيه بتوصيات للأسف انتهت يا دوب قبل 4-5 يوم. هذه التوصيات حسة جاهزة هتنزل الليلة بالليل في الموقع الإلكتروني بتاع وزارة الصحة وفي صفحة الفيسبوك عشان كل الكوادر يشوفوها، وبنتمنى نسمع التعليقات ووجهات النظر المختلفة. لكن الأهم من كده لأنه هي شراكة مستمرة بين وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية، نحن عايزين نسمع في كل ولاية وخاصة ولاية الخرطوم اللي نحن قاعدين فيها، دايرين برضو نسمع من الجمعيات التخصصية، والمرة الجاية دي دايرين نسمع حاجة مهمة من مدراء كليات الطب والجامعات والكليات الخاصة الحكومية والخاصة، وبرضو دايرين نسمع من أجسام تجمع المهنيين الطبية اللي هي نقابة أطباء السودان، لجنة تسيير لجنة الاستشاريين والأخصائيين، اللجنة المركزية تجمع الصيادلة المهنيين، اللجنة المركزية للصيادلة، مركزية المختبرات الطبية، ومكتب الموحد للأسنان، والتجمع ضباط الصحة. داعينهم نحن وأنا بدعيهم حسة وحتصلوا من الدعوة إن شاء الله يا إما الليلة بالليل ولا بكرة الصباح هتصلوا من الدعوة، داعينهم تاني لاجتماع تاني في قاعة الصداقة من الساعة 8 لغاية الساعة 10 بكرة، واخترنا قاعة الصداقة عشان التباعد فيها بيكون كافي. دايرين نجي بنفس الروح بتاعت الاجتماع الأول لما قدمت ولاية الخرطوم مشاكلها وزي ما شايفين حسة بادين نحلها، لكن دايرين نمشي أسرع بتكاليف محددة. بنتمنى إنه كل الأجسام الذكرتها دي تقوم بدورها. إذا كان وزارة الصحة الاتحادية هتشتغل مع كافة قطاعات الدولة عشان توفر المعينات والواقع الطبية وتوفر الجازولين والبنزين وتجيب شراكات عالمية ودعم عالمي من كل شركائنا الخارج السودان ومن السودانيين في المهجر بأنهم يرسلوا حاجات ومعينات، وبتنظم الأسس العلمية القياسية اللي بيتم بموجبها حماية المواطن سواء كان في الفحوصات أو في علاجه، وأيضا بتوجه الولايات بأنه الخدمة تتنظم كيف في كل ولاية. بنتوقع بعدها في كل ولاية مدير الصحة بتاع الولاية ومدير الطب العلاجي يقوموا بشغلهم. بنتوقع نحن كل زول في الموضوع بتاع الكورونا أو في قطاع الخدمات الصحية كله كل زول عنده دور، مش في ناس قاعدين عندهم دور وناس تانين قاعدين بس بينتقدوا فيهم في الأسافير وفي غيره في الاجتماعات اللي بيعملوها. مهم جدا جدا كل زول يشعر بالمسؤولية.
ما في ناس في الدنيا دي ما بعرف لينا فريق متفقين سياسيا حتى التيمان، لكن بنخلي خلافاتنا السياسية في أوقات زي دي، في أوقات زي دي بنخلي خلافاتنا السياسية دي. هروح الثورة اللي تكلمت عنها المرة الفاتت، نتمنى إنه بنفس الروح اللي قعدنا بها قبل أسبوعين في قاعة الصداقة بكرة يشرفونا الأجسام دي. نتمنى برضو زملائنا في الإعلام يكونوا معانا عشان يغطوا كل الاجتماع ده، ونطلع بإنه شنو اللي تنفذ من التوصيات، شنو اللي لسه متبقي، شنو اللي حتقدر عليه يا تجهة من كل الجهات دي بما فيها الوزارة الاتحادية لسه عندنا شغل ما عملناه، وين وصلنا نحن في الحاجات، وكيفين نقدر نمشي لقدام عشان نحافظ على سلامة الوطن. سلامة الوطن بتتم بواسطتك أنت يا مواطن، بأنك تتبع الإرشادات، تبلغ بالحالات، تحمي نفسك، تحمي أسرتك، تمنع التجمعات، وتمتنع عن الخروج من المنزل بالإرشادات بتاعة الإغلاق الكامل في الولاية أو المحلية بتاعتك. نحن بالنسبة لنا كدولة عندنا الواجب بتاع توفير الخدمة، الرعاية الصحية الأولية، خدمة الرعاية الصحية الطارئة، خدمة بتاعت الكورونا، والخدمة الثانية لسه في أشياء كثيرة مفروض نعملها، لكن كل زول لازم يكون عارف أنه عنده دور. وكل الفئات والأجسام الفئوية اللي قابلت الليلة الدكتور عبد الله حمدوك سيد رئيس الوزراء وشرحت له وجهة نظره في مكافحة الكورونا، كلها أجسام بنحترمها نحن وبنفتكر أنه عندها دور. هذا الدور لازم يتم تفعيله. لما يكون في مجموعة من هذه الأجسام بتقول أنه ماشية هي تنظم الترحيل ولقت 100 بص كتر خيرهم من هيئة النقل عشان تقدر ترحل بهم، التفاصيل بتاعت أنه يا طبص يمر بها تشارع دي ما بتعمل وزارة اتحادية، بتعمل الوزارة الولائية وبيعملوها الأجسام ديل. لما يكون ناقص البنزين بدل ما يطلعوا في الأسافير أنه ما عندنا ترحيل لأنه جاز ما في، بيجوا بكلمونا عشان نطلع بينه على الجواب الحس قريته دي بتاع سيد وزير الطاقة. الناس بتتعاون، لو الناس دارة تنجح وتنجح بعض الناس بتعرف تتعاون وتتواصل. فلما نتكلم عن أنه يكون أهمية التنسيق ده يزو، لكن أهم شيء أهمية الالتزام بالمسؤولية القومية في المرحلة دي. على العموم بنشكر نحن المواطن على كل ما قام به من التزام، بنشكر الكادر الصحي الممتاز في كل أنحاء السودان اللي صح المرض انتشر، لكن ما زلنا نحن بنتكلم عن ولايات قادرة على الأقل تقوم بالمهام بتاعتها، بتاعت الفرز الفحص، ولقدام إن شاء الله خلال الأسبوعين ديل عندنا ولايات بدت تفحص براها قبلها، يعني ود مدني وإن شاء الله بور سودان وبعد قريبا نيالة والجنينة وأيضا دنقلة، وحتكون عند هي فيها مقدرات إنها تفحص قبلها بدل ما يرسلوا العينة للخرطوم. ده الشغل الشغالين فيه، ونحن نتمنى إنه الشغل الثاني بتاع إنه وصل رحل سكن قدم إعاشة، لما وزارة الصحة الاتحادية تقدم العربات وتقدم القروش وتقدم الموجهات وتقدم الإرشادات وتقدم الخطط، افترض انه الناس التانين في الولايات وفي مدراء المستشفيات يقوموا بالواجب بتاعهم، لان الكادر الصحي بتاعنا في السودان بيستاهل كده، وده اقيم مورد عندنا ضد هذا المرض وفي كافة القطاع الصحي. نحافظ عليهم، نحافظ على صحة مواطنينا، وان شاء الله بنقدر نتجاوز هذه المحنة اللي اصيبت بها دول اعتى مننا بكثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.